السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق حصة التطبيقات الكتابية المندرجة في الأسبوع الثالث من الوحدة الأولى، مجال الحضارة المغربية، المرجع المفيد في اللغة العربية للمستوى الرابع. إذا نبدأ على بركة الله. أنجز على دفتري، أرسم التاء الناقصة في الكلمات رسما صحيحا. إذا حضر هوات، تاء المربوطة، صناعة الخزفي، وقت توزيع الشواهد على الحرفيين في القاعة. إذا حضر هوات صناعة الخزفي، وقت توزيع الشواهد على الحرفيين في القاعة. أضع الكلمة المناسبة مكان النقط. إذا المسجد، الصومعة. إذا تشهد على حضارة المغربي. إذا تشهد صومعة. على حضارة المغربي. حفل القصة أو الكتاب. إذا مذكر، حفل الكتاب بتاريخ بلاد العريقة. تفضل وائل أو وفاء. إذا تفضل مؤنث، تفضل وفاء. تجوال في أسواق الفخار والخزف. إذا تشهد الصومعة على حضارة المغربي. حفل الكتاب بتاريخ بلاد العريقة. تفضل وفاء. تجوال في أسواق الفخار والخزف. السؤال الثالث، أنشئ جملا فعليا انطلاقا مما هو محدد في العمود الأول كما في المثال. الصانع يصنع كؤوس الخزفي. إذا يصنع الصانع كؤوس الخزفي. الولد يحب صناعة الفخاري. إذا يحب الولد صناعة الفخاري. البائع يعرض أدوات الخزفي. إذا يعرض البائع أدوات الخزفي. إذا يصنع الصانع كؤوس الخزفي. الصانع يصنع كؤوس الخزفي. يصنع الصانع كؤوس الخزفي. الولد يحب صناعة الفخاري. يحب الولد صناعة الفخاري. البائع يعرض أدوات الخزفي. يعرض البائع أدوات الخزفي. ألاحظ المشهد وأصف ما فيه بتركيب جمل فعلية مع ضبطها بالشكل التام. إذا لاحظوا معي في الصورة، البائع يبيع الصانع، عفوا، يبيع الصانع أواني الفخار. إذا يبيع صانع أدوات أو أواني الفخار. أواني الفخار. إذا يبيع الصانع أواني الفخار. إذا اشترت السيدة آنية. السيدة آنية. لاحظوا معي في الصورة هنا، تدفع ثمن الآنية. إذا تدفع السيدة ثمن الآنية للصانع. إذا يبيع الصانع أواني الفخار. اشترت السيدة آنية. تدفع السيدة ثمن الآنية للصانع. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم.
أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.